مستحيله من دورتين. هذه نفس الدوره. شوف الناس اللي تقريبا 90% من الارقام اللي موجوده من اسبوع تركيا وكل الناس كلها كذا في خمسه. شو ما اخر بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جائزة البردة جائزة مباركة انطلقت بدعم وانطلقت ببداية من سمو الشيخ عبد الله بن زايد قبل 9 سنوات عندما كان وزيرا للثقافة والإعلام، وكانت مسابقة للشعر. في آخر 6 سنوات أضيف لها قطاع الخط، مسابقة في الخط ومسابقة في الحروفية الفنية، وثم أضيف لها أيضا مسابقة الزخرفة، وهي المسابقة الوحيدة على مستوى العالم ككل اللي تطرح الزخرفة كمسابقة. ما في شك أن أصبحت الآن إحدى أهم المسابقات على مستوى العالم العربي والإسلامي والعالم ككل مثل ما أشرنا، وأصبحت مجموعتها مجموعة رائعة نفتخر بها نحن في وزارة الثقافة. من الأهمية بمكان كان في أيامنا الثقافية في إسطنبول، وهي أحد أهم مراكز الخط على مستوى العالم وتاريخيا أيضا، أن نأتي ب